صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم ما بيشرفنا ان استضيف بفقره كتاب كاتب لبناني وبيحب الشرق وعطول بيفتش عن التغييرات والامور المختلفه بكل حضاره وبكل ثقافه. بحب رحب بالكاتب والاستاذ شريف مجدلاني. اهلا وسهلا فيك. هيدي تاني مرة بنستضيفك. بتصور كنت من أول الحلقات اللي أول ما رجعت بلشت الام تي في، واليوم حنحكي عن كتابك الأخير الرائع نصيب غير أني دو كلوار. مظبوط إنه السنين اللي قبل الحرب كانت جميلة جدا، ونشوف قدام أثر بقصصك، يعني كل الروايات بتحكي عن لبنان قبل الحرب خاصة. هي بتحكي عن لبنان قبل الحرب. هلا بهيدا الكتاب أول كتاب بوصل لفترة أول أيام الحرب، مزبوط. بس ثلاث البقية كانوا قبل الحرب. أنا بتذكر إنه بلقاء مع الجمهور بفرنسا، الجمهور الفرنسي، نعم. في ناس كثير سألوا أول وقت طلع أول كتاب، سألوا لي إنه لما قرينا هالكتبك أول كتاب على كل حال انتبهنا على شغلة غريبة، إنه كان في لبنان قبل الحرب. نعم. كأنه صورة لبنان بالعالم وأذهان العالم هي بس الحرب، هي الحرب. نعم. لبنان وبيروت صارت مثل ميثولوجيا الحرب. صح. أنا مبسوط إنه هالشيء كمان أكيد. وحضرتك اللي بتتميز فيه إنه من مش بس منعيش لبنان وبيروت قبل الحرب، ولكن منشم روايح الضياع وبيروت ومنسمع الضجيج، يعني منعيش عن جد. مع إنه أنا ما عرف بيروت قبل الحرب، ولكن منعيشها يعني، وهذا الشيء رائع بكتبك مستر مجدلاني. رح أعرف المشاهدين على حضرتك للي ما بيعرفوك بعد، من مواليد بيروت سنة 1960، حائز على دكتوراه بالأدب الفرنسي من جامعة اكس ان بروفانس بفرنسا، حيث انتقلت للعيش سنة 1980. كنت استاذ بجامعة البرلمانت واليسوعية، حيث شغلت من سنة 1999 لل 2008 منصب مدير قسم الادب الفرنسي. وحضرتك اليوم مدير الماستر مهن الكتب بالجامعة اليسوعية، وحضرتك أيضا مسؤول عن قسم الأدبي بمجلة اللبنانية الفرنكوفونية المعارضة لوريونت إكسبريس، اللي بنستعد لها كثير يا ريت بعدها، اللي يعني ما عادت تصدر من سنة 1998. كان مديرها سمير قصير. وكان مديرها سمير قصير، يعني تحية لكل أعمال واخترنا يعني إنسان عظيم. واليوم وحضرتك كمان بتكتب مقالات بصحيفة الفرنسية لامونتاني، وعضو مجلس الإعداد بالملحق الثقافي للوريان لوجور لوريان ليتيرير. أصدرت عدد من الروايات، من بتي تريتي دي ميلانج، استوار دو لا غراند ميزون، كارافان سراي، واليوم نوسي بريف اني دو كلوار، اللي أصدرته من أقل من شهر تقريبا. مستر مجدلاني، حضرتك معروف أنك وأنت قلت بالذات أنك بتفتش عن المزيج ما بين الشرق والغرب. بتقول حرفيا une de mes activités favorites est de chercher des exemples des mélanges les plus inattendus ou les moins connus. كيف ولي وكيف هالشيء كمان بينطبق بكتاباتك؟ كيف صعب كيف بدور عليهم، بس ليش؟ لانه بعتقد انه كلنا نحن على كل حال كلبناني، وانا بحس حالي كلبناني خليط ومزيج من عده ثقافات ومن عده لغات. يعني اذا بدك انا كلبناني بحس حالي رمز للخليط الثقافي واللغوي، وهي الشغله بتهمني كثير وبدور عليها بالعالم كله لاشوف وين في اشياء بتشبه اللي نحن عم نعيشه. نعم. عايشين على ثقافتين، عايشين على لختين او اكثريتنا، وحتى اللي مش عايش على لختين وبيحكي لختين اليوم بلبنان على حال عايش على ثقافتين، لانه الغرب اثر كثير على طريقه العيش تبعيتنا. نعم. ونحن يعني اذا بدك ننبع من نحن اذا بدك الريزلتا اذا بدك نتيجه هالمزيج. بروايتك جديده نو سي بريف اني دو غلوار تمزج تقريبا ثلاث مواضيع سوا، وكانك كمان عم بتكملهم من رواياتك القديمه، يعني بنحس على طول في مواضيع بتشبه بعضها، واكيد لكن انت بتطورها بشكل جديد. بنحس قصه لبناني
او شرقي، قصه منطقه بلبنان معينة ما قبل الحرب، وخاصة ذكريات بتولد عند القارئ، خاصة اللي عاش سنين قبل الحرب، حنين كتير قوي، لأنه مثل ما قلت قبل بيعيش مش بس بيقرأ قصة ولكن بيعيشها بروايحها. قدي اليوم الحنين حضرتك اللي عم بتعيشه للبنان قبل الحرب مأثر فيك، وليه عم بتكمل تقريبا بثلاث روايات الأخيرة ذات النوع من القصص؟ أنا كتير مبسوط اللي عم تقولي لي، لأنه هذه شغلة أنت كقارئة مميزة بتقولي لي أشياء، ببسط كتير لأنه يعني ببرهن أنه وصلت للنتيجة اللي بدي أوصل لها. لا أكيد. بس هلا الحنين هو حنين، أنا كمان يعني ما عشت الفترة القديمة قبل الحرب، كان عمري 15 سنة لما اندلعت الحرب، بس بعد عندي ذكريات لبيروت القديمة، لأنه بيي كان عنده تجارة بأسواق، كنت انزل على الأسواق أكثر من شباب اللي كان بعمري وقتها، ما كانوا ما في عندهم مبرر ينزلوا على الأسواق، بتذكرها منيح، بتذكر كل هالجو. نعم. وبعدين هذه طفولتي، كل واحد طفولته بجرب يرجع يكونها ويرجع يركبها ويصورها بشكل. هذا السبب اللي خليني أكتب هاي الرواية بالذات. هلا الباقي كله كان بدي أرجع يعني بدي أرخ للبنان قبل الحرب، ومش لانه قبل الحرب، لانه بعتقد كل شيء صار من 1860 ل 1975 هي فتره رخاء وازدهار، ولبنان يعني لبنان المثال، لبنان اللي بذكرتنا وبمخيلتنا هو البلد الاجمل، مثل نوع من الشيء ما في بلد بالعالم عايشه. ونحن بعتقد كل هالفتره اللي كانت كمان فتره حلوه ورخاء وازدهار وكل شيء كانت عم تحضر للكيرس بلبنان. ما في شك. بعتقد المؤرخين اليوم مش كلهم قدروا او فشلوا او ما جربوا يفهموا نتيجه شو صار فينا بهالحرب. بعتقد او ما قدروا او بعد ما وصلوا لنتيجه، بعتقد الروائي اليوم بيقدر هو باعاده تصوير هالفترات القديمه يقدر يجرب يعطي للقارئ نبحات او نبذات يقدر يفهم من خلالها ليش كان هالبلد رائع وليش مشينا صوب الحرب بلا ما ننتبه وبلا ما نشوف شيء. ما في شك. وصلنا بتحس منحس حتى بهالرواية كيف عم بتفسر عن الفساد اللي بلشوا يمشوا في اللبنانية، وبتحكي كمان القصة ما بين 1960 و 1975، والبطل غالب كساب هو ان اورينتال، يعني ريفر دوريان او يعني في بيقول شرق بيحلم بالشرق. ومثل ما بتقول كمان حضرتك انه بيستفيد مثل غير اللبنانيين من شو عم بيصير من حواليه، وخاصة بالبلدان اللي حواليه او من القصة الفلسطينية او من فينا نقول الحالة الاقتصادية بالبلدان المجاورة، وبيجرب هو يغتني. وهيدا حالة فيني اقول وما بعرف اذا بتوافقني بالرأي انه موجودة بعد اليوم، يعني اللي موجود قبل الحرب كيف اللبناني الطموح اللي ما في شيء بيوقف بدربه لا يوصل خصوصا يغتني، اليوم بنشوفها كمان موجودة. يعني هذا الشيء مستر مجدلاني فينا نقول صفة اليوم عند رجال الأعمال اللبنانيين. هلا هذا الكتاب هي فترة اللي حكيت عنها، هي فترة ببلش بالستين وخمسة وسبعين، بس في أرجع لورا شوي صغيرة، هي بالتاريخ بسموها الثلاثينات المجيدة، من 45 لل 75 الثلاثينات المجيدة اللي ترونت جلوريوز، اللي كان العالم فيها عايش 30 سنة قبل الكرسي الأول للكرسي البترول اللي بسموها. نعم. ولبنان عاش بهالفترة أو فترة استقلاله لفترة الحرب، هي فترة الجمهورية الأولى، بهالثلاثين المجيدة الثلاثينات المجيدة بشكل رائع ومزدهر جدا، كان لبنان أمجاد. هلا أمجاد كيف كانت؟ أمجاد زيف، أمجاد كاذبة أكيد، بس كان في شيء من هالنوع، يعني كان بلد مزدهر وغني وعم بيعيش ثقافة حلوة وعم بيطور أشياء وفي أعمار مثل هلا يعني. وبعتقد هل جربت فرجيه الكتاب هو قصة شخص فقير أو افتقر، كان عنده صناعة نسيج بي وافتقر، ما في شيء، وجرب يرجع يعمر يعيد صناعة النسيج وازدهاره، جرب يعيج أمجاد عيلته بديكور هو كانت أمجاد لبنان. وهل هالشغلة جربت صورها
وبنفس الوقت يعني مثل ما عم تقولي انت هالامجاد اللبنانيه ببلد كان مزدهر بس عم بيعيش على فينا مع الفقر او الفقر الاقتصاد الدول المجاوره لانه كانت الدول المجاوره عم تفوت بالاقتصادات الاقتصاد طبعا بتامم كله. وبعتقد هاي القصه اللي خبرتها انا عن هالشخصيه اللي بتروح على حلب وبتهرب هو شخصيه يعني بيروح على حلب بيجيب كل القطع والمكنات تيجيبها وبيركبها مثل ما هي بيهربها بلبنان بيهربها على كميونات هذا التشالنج اللي كان يعني بنشوف هون عن جد كانه رمز بيرمز لامتصاص امتصاص اقتصاد الدول المجاوره للبنان ولبنان ازدهر على على كوارث الدول المجاوره اتوكا فاسباس يعني هاي هي الحاله الاقتصاديه كل واحد بيزدهر على على, على, على ظهر حدا ثاني هيك صار بهالايام وهذا الشخصيه هذا الشخص اللي رسمت قصته هيك عميل وازدهر ومثل غيره ما شايف انه لبنان عم بيزدهر وعم بيقوى وعم بيكبر وعم بينمى ورايح لكيس ما حدا بده يشوفه كان نعم ما حدا حابب يشوفها ما حدا حابب لأنه كل واحد عم يهتم بحاله وب شعب عايش بهالرخاء وبهالرفيق ما بده يشوف وهذا الشيء موجود اليوم كمان تماما ما تغير شيء أكيد طيب في توصف منطقة حلوة كتير بلبنان مثل ما بتوصف بغير كتب إلك كمان عين شير وبتوصف كمان كيف الأهل عايشين فيها الجيران المجتمع ومنحس قد بعده موجود يعني ما في شيء تغير هذا اللبناني en fin de compte قد ايه اليوم بترتكز على حواسك اللي هن بتذكرك لبنان قبل وشو بتلاقي انت شيء فريمون تغير بالمجتمع اللبناني وبتفتقد له اليوم هلا بفتكر الواقع ما في يكتب الا ما يعيش بحواسه اكيد وخاصه من حسه الشم اللي كثير او تتميز فيها والصوت هلا انا جربت ارسم ثلاث روايات يعني واحده من الثانيه للثالثه نوع من تاريخ العائلات اللبنانيه وضمن ضمن التاريخ الواسع للبلد تاريخ العائلات وتاريخ الحياه اليوميه للبنانيين مش لانه اشياء راحت في اشياء كثير اختفت يعني ما فينا نفتقد لها بس ما فينا نبكي عليها انه الحياه تغيرت وراحت وتطورت هلا في شيء اكيد انا يعني ببكي عليها هي نمط العيش اللي كان بيروت كانت لما اجى في مهندس فرنسي اجى بالعشرينات مع الفرنسيين بده يرجع يعملوا اوربانيزم لبيروت يعني وسموا بيروت وقتها بالرابور اللي عملوه بال23 24 بيروت سموها مدينه حديقه مدينه حدائق شوف اليوم ما عاش فيه ولا حديقة ما عاش فيه هيدي الشغلة اللي يمكن الوحيدة اللي متأثر لأنه نحن عم نبيع تراثنا المعماري اللي هو بيجيب معه نمط حياة ما في شك وهيدا عن شير اللي عم تحكي عنها هي عن شير هي ضواحي بيروت القريبة اللي بعد يعني هي تجي من ورا حرش صنوبر دغري يعني هي الضواحي الجنوبية لبيروت نعم اللي كانت وقت الخمسينات يمكن لأول الستينات كانت كلها شجر ليمون وزيتون نعم وكل هذا ما عاد في شيء منه ولا شيء يعني لما الناس بيسالوني عين شير وين جرب ما اقول لهم لحتى ما انزعلهم كل المخيله تبعيتهم اللي بتركبوا هنا عم بيقروا الكتاب بنايات ملزقه بعض بتمشي شيء بنقز يعني وما في يعني بنقز يعني ما بقول لهم وين على المضبوط عين شير لحتى تضل ذكرى هيك المخيله تبعيتهم عم تشتغل انه ما ركبوها على ليله الكتاب نعم عندكم حل مشكله كبيره اليوم مشكله البيئه وكيف صار العمار فوق بعضه مثل ما قال سبق وكاتب قال لي اليوم صار يعني الارض اغلى من الانسان طبعا صارت سلعه وهذا الشيء الارض بدنا نستفيد منها وتعطينا نحن عم نستعملها كسلعه ونبيعها ونشتريها وكيف ما كان وكيف ما وبدون قوانين لا اكيد هلا طبيعي انه لازم البلد نسكنه لازم نعمر اشياء وبنيات بس انه مش ضروري نكسر الكيان لنعمر مطرحه فينا نعمر حواليه حده صح هذا مش عم نعرف نعمله على تراثنا مزبوط كمان بنلاحظ انه في قصه حب مثل دائما يعني بدون حب وحد ما بيستمر خاصة انه البطل غالب بده يكمل السليلة ويكبر العائلة ويجيب اولاد تيضلهم ورا وبيحبها لموند اللي هي ريموند يعني هذا ما بقي من الموند هيك كانوا العائلات الارثوذكسية ببيروت يقصوا اسامي ريموند صارت موند يعني بعدين حلو موند يعني كمان ما بفكر هو اخترع الاسم موند يمكن هو تيلد اسمه ماتيلد هو قال له اسمه سميكي موند عالم يعني مزبوط وكمان بنشوف قد ايه
مهم عند اللبناني الشرقي انه يتزوج ويجيب اولاد ويكمل. وقد ايه هو كان يحب النساء بس قرر على مونت لانه انه حبه وبنت عائله وهي شايفها مثل انه ام اولاده بعدين فيها تستقبل. بتصور كام اولاده اكيد. هلا بعتقد انا شغلي انا بتهمني كثير قصه السلاله لانه بحس انه بلد نحن بلد كثير بيفتخر حكينا عنها وقتها بيفتخر بالهجره. مظبوط. اكبر كارثه بلبنان هي الهجره. احنا بنفتخر بالهجره انه وين ما زدت لبنان بيجي واقف. ما زدته خلوه هون يجي واقف يضل واقف ببلده. صح صح. بقلب قصه السلاله والاولاد اللي بدهم يجوا ويكبروا ويجربوا يكبروا ببلدهم. انا هيدي شغله كثير بتهمني. ما في مشان هيك خليت هالشخصيه هي تفكر مثلي. طبعا هي بتفكر مثلي شخصيه اكيد. في كثير من حضرتك في شخصيات فيهم بيفكروا مثلي يعني بفينا نعمل بقى. وهو بحب بنت بس ما بيحبها لانه من عائله ثريه. بيحبها لانه بيحبها. وهي راحت لشخص أغنى غني لأنه هو كان فقير وما بيقدر. وسبب الأسباب اللي جرب هو يختني لحتى يرجع ينتبه له حاله كرماله. يعني خلص تجوز بده ينتبه له. بده يعمل شيء يصير مثل ضوء حتى تنتبه له. بعدين بتتغير الأشياء وبيرجعوا بيلتقوا. يعني بيرجع بيصير في اندماج بيناتهم وقت ما كل البلد بيكون تجافر. يعني حلو حضرتك الاستمرارية مبينة لو كان في أجواء حرب. يعني هيدي رسالة كتير مهمة. بيصير يعني شخصية بيرجع بفكفك المصنع تمعه مرة تانية بيرجع بينقله على الجبل. الاستمرارية اللبناني اللي بضل واقف على إجري. ملاحظ انه بهيدا الكتاب مغير شوي أسلوبك مستر مجدليني. فينا نقول انه في حيويه اكثر، الجمل اقصر، بغير ستيلك. هل يا ترى لانه بدك انه نعيش هالفتره نحس بالزمن عم بيقطع بسرعه، او لانه بدك انه نحس قد في تطور قد ايه عمل اشياء قد حقق حاله هالبطل بوقت صغير؟ هلا في كذا شغله بعتقد بتاثر على تغيير الـ 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 الايقاع. في اكثر شيء ايقاع اسرع الكتاب اسرع اقصر. بس بالكتب اللي قبل كانوا كتب عم بيكتبوا الراوي عم يتصوروا الراوي عم يجرب يرجع يكون قصة ناس خبروه يعني خبروا قصتهم. نعم. وفي لعب على شو خبروني وشو رح خلي وشو رح زيح عن جرب ورح جرب كون قصة. هون شخص عم بيخبر قصته. عم بيخبر سيبتو فاسي يعني أسهل. نعم. وانا عرضت هالشي حتى سرع بالقصة. هلا ما كانت سهلة واحد بتعرفي الكاتب. لانه انت هيديك اسلوبك. انا معول على هيديك الاسلوب. والاصعب شيء كان عندي بهي الرواية قص منها وجرب صغرها. بفتكر العالم انه الكاتب صعب عليه يكتب. انا بعتقد الكاتب اصعب عليه شيء هو يقص ويشيل ويكب. هيدا الشيء كثير صعب. بس جربت كون سريع لانه بدي اجرب بدي ارسم مثل ديناميك البلد رايح بسرعه كثير قويه. نعم. صوب كارثه ما بدي اشوفها. نعم. وفي سرعه مثل كان سرعه اللبنانيه عم بيعيشوا بشكل كانه في شيء جاي وما بده يشوفوه وعم بيسرعوا بالعيش. عم بيقدروا يلهوا حالهم. عم يلهوا حالهم وعم عم عم بيزدهروا وعم عم بيختنوا وعم بيعملوا مسرح والثقافه والرياضه كان وقتها وملكه الجمال اللبنانيه. نعم. كان بلد حلو بس كانه سريع مسرع كانه واحد حارب يعني حاله رايح على الهاويه. راح واحد عارف حاله رايح على الهاويه وعم بيجرب يستفيد من الحياه. جربت اعطي هالديناميكيه وجربت كمان ما فرجي بالقصه اللي عم تنكتب انه جاي شيء حرب. نعم. اجت الحرب اخر شبيت ما بعرف انتبهت اخر فصل اجى الحرب 100%. بس الحلو مثل ما بنرجع نقول انه اجت الحرب ولكن رجع كون نفسه الشخصيه. يعني تنقول انه الواحد جرب يرجع يكون حياته. الحياه بتضلها مستمره يعني ما بتوقف. بس برات المطرح ما كنا عايشين وخلقنا وهيك كان صار في هجره داخليه. جرب تصورها كمان كتير حلوة أصلاً. وصلت الصورة بشكل رائع. طب اليوم اللبناني مش رايح على الهاوية؟ طبعاً. ما طبعاً إن شاء الله لا. مش كل شيء لا طبعاً لا. مش رح تكتب شي كتاب عن الواقع اللبناني؟ ما هيدا هو الكتاب. إيه بس يعني تكملته يعني الحرب. أنا بعتقد إنه كتبت هيدا أنا عم بكتب هالكتاب وعم برجع بفكر بالفترة اللي عشناها بالسبعينات بأوائل السبعينات. هي نفس اللي عم نعيشها اليوم. من 69 لل 75 كان البلد عايش على هيك لا مبالاة فظيعة وحواليه كله سلاح وميليشيات وكفى وما حدا طلع على شيء. وكان اليوم بعدنا هيك كنا عايشين على عشافير الهاوي يعني. نعم. عم نرقص تحت البركان احنا بعدنا بنروح نسهر ونضحك ونعمل نفس القصه عم بتصير اليوم وحوالينا عايشين بنفس نفس الازدهار نفس الرخام نفس اللابوبالات وحوالينا حروب وميليشيات. هلا ان شاء الله نكون تعلمنا. هذه الشغله الوحيده اللي ما فينا نعرف قديش اللبنانيين تعلموا نعم من تاريخهم.
معك حق، ونتمنى انه يكونوا تعلموا، ونتمنى انه تكون الايام اللي جايه يعني شوي مختلفه، لانه التاريخ بيعيد نفسه ولكن في تطورات ما فينا نطلع منها. كمان المعروف عنك مع انه كتبك باللغه الفرنسيه، ولكن لو بتستعمل كلمات ما بيفهمها الا اللي بيحكي عربي ما بتترجمها، يعني القارئ الفرنساوي بيقطعوا عليه ما بيفهمون، ليه عندك هالشيء؟ عندي هي انه في شغله هي اساسيه عندي، انه قد بدي القارئ اللبناني يحس انه هذا الكتاب انعمل له الاول، حتى بيقولوا هذا كاتب فرانكوفوني عم بيكتب مع انه انت بتطبع برا، بتطبع برا وناشر برا اصلا. نعم وناشر برا، بس بيهمني كثير الجمهور الفرنسي، بدل ما بيع الاشي يعني. كمان بحب الجمهور الفرنسي، بيهمني مثل ما بترجم كتب عده لغات، كل الجمهور جمهور كل بلد بيهمني لما يقرا الكتاب، بس بحب انه يكون هالنص يعني اللي عم بيقرا يحسوا انه جاي من غير ثقافه، يعني الفرنسي والالماني والايطالي اللي عم بيقروا كثير بحسوا انه جاي من غير ثقافه، صوت الصوره الشرق اللي في كلمات ما بتمرق دغري، بس انه بتنفهم بالكونتكست تبعها يعني. وهيدا شغله كثير مهمه. انا والناشر كذا مره قال لي لازم نعمل جلوسير بالاخر، لازم نحط قاموس صغير حتى نفهم. عم قلت له اللي ما فهم الشغله بالكونتكست تبعها يعني ما عم بيقرا الكتاب والا بنفهم. وهذا كثير كثير مسرع علي، لحتى ما يبين كذبي عم بعمل دعايه، مثل بيقولوا مثل الشرق اللي بيحكي عن الشرق بجرب يعمل دعايه عشان يصير كذبي. مثل لا، انت شرقي اصيل، دعايه سياحيه للشرق الاصيل الثاني اللي مقابلك اللي بيقرا لك كتبك. على كل حال يعني كتبك رائعه، وبعرف انه كل 3-4 سنين او سنتين طالع كتاب، يعني بنعرف قد ايه بياخذوا معك وقت وقد ايه بتاخذ وقت تتوصل رساله رائعه انه نحن شرقيين. وهذه فينا نقول لو مع كل السلبيات اللي عنا اياهم نحن شعب ما بيموت. طبعا انا بتشكر حضورك معنا شريف مجدلاني، وان شاء الله نرجع نستضيفك لكتب جديده. مشاهدينا الكرام، انا بشوفكم نهار الثلاثاء، بقول لكم بون ويك اند، وهلا بتبقوا مع زميلتي ناديه.